لكن محسن لا ضليع مكسور ابد شلون اصدق والرواية بلا سند لكن محسن لا ضليع مكسور ابد شلون اصدق والرواية بلا سند لكن محسن لا ضليع. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم. لكن محسن لا ضليع مكسور ابد شلون اصدق والرواية بلا سند لكن محسن لا ضليع مكسور ابد شلون اصدق والرواية بلا سند لكن محسن لا ضليع قائد والاصول العقيل لازم يقول ماكو تقليد بالعقائد والاصول ماكو تقليد بالعقائد والاصول ناصر الحق باعتداله وهمته اهل غصات الطائفيه واسكته ناصر الحق باعتداله وهمته الغصات الطائفية واسكته وحده وحده يحطن قبال الضمير ما تغثني الماهي باطل كلمته ما تغثني الماهي باطل كلمته الا في الارشاد ياهو طرح سؤال ياهو ذاكرته ضعيفة وخانته ياهو ذاكرته ضعيف خانته صدرتني وماكو تاريخ وعدد شلون اصدق والرواية بلا سند شلون اصدق والرواية بالعقائد والاصول العقيل لازم يقول ماكو تقليد بالعقائد والاصول ماكو تقليد ماكو تقليد المفيد يحدد اولاد الوصي 27 كلهم بالاسم المفيد يحدد اولاد الوصي 27 كلهم بالاسم الذكور ويا الاناث بكل وضوح ماكو طار المحسن وعندك فهم ماكو طار المحسن عندك ماكو طار المحسن من قرون القصة ما هي وفجأة صارت إيمان وعقيدة بلا علم صارت إيمان وعقيدة بلا علم هم ياه المحسن ويمتن ولد شلون اصدق والرواية بلا سند هم ياه المحسن ويمتن ولد شلون اصدق والرواية بلا سند من عقائد والاصول العقيل لازم يقول ماكو تقليد ماكو تقليد بالعقائد عندي عقلي ومنبعي الحق مطلبي مو كفر نور التحلل لهالكلام عندي عقلي ومنبعي الحق مطلبي يا ديانة البيها شو كل شي مباح من سمح لك يلتسب عرض النبي ومن سمح لك يلتسب ومن سمح لك يم رسول الرحمة لا تنسى الوقار لبست كلمات يم باب عبي لبست كلمات يم باب عبي هذا راب بجيد حبلون من مسد شلون اصدق والرواية بلا سند هذا راب بجيد حبلون من مسد شلون اصدق والرواية بلا سند بالعقائد العقيل لازم يقول ماكو تقليد بالعقائد والاصول ماكو تقليد
الراشدين بالتمير المؤمنين وما كفر يخطبهم كلثوم ثان الراشدين بالتمير المؤمنين وما كفر تم زواجه من علي ماكو اعتراض خلفت زيد ورقية من عمر خلفت زيد ورقية من عمر اقربي الكافي ومع الكافي البحار واحذر احذر يا المدلس من سقر واحذر احذر عقد شلون اصدق بالرواية بلا سند ياهو عارض من خضابها ومن عقد شلون اصدق بالرواية بلا سند بالعقد والاصول العقل لازم يقول ماكو تقليد بالعقد ماكو تقليد هاي قدامك تعال المصادر هاي قدامك تعال يعني معقول الحقايق تنسي الدليل الثابت نقل الثبات وقربي الإعلام شوف الطبرسي وقربي الإعلام والعجيب النيل يروي من المفيد يروي عني النيل جبنا المجلسي يروي عني النيل جبنا المجلسي جذبتي الجن هي عبرتي ما كرد شلون اصدق والرواية بلا سند جذبتي الجن هي عبرتي ما كرد شلون اصدق والرواية بالعقائد والاصول العقل لازم يقول ماكو العقائد والاصول ماكو تقليد المصادر هاي قدامك تعال يعني معقول الحقايق تنسي الدليل الثابت تنقل الثقات وقرب الاعلام شوف الطبرسي وقرب الاعلام شوف الطبرسي والعجيب النيل يروي من المفيد يروي عن النيل شفنا المجلسي جذبتي الجنية عبرتي ما كرد شلون اصدق شلون اصدق والرواية بالعقائد والاصول العقل لازم يقول ماكو تقليد بالعقائد والاصول ماكو تقليد بالعقائد والاصول كلمات على الجحيشي على حاكم الشامي